مجربة والديدة مع هدى اليداري. شيف هدى اليداري صباح الخير. لاباس عليك؟ صافا كل شيء مزيان الحمد لله. جاية نشيطة اليوم، ما السر؟ صباح الخير. احتفال باليوم العالمي للمرأة. احتفلتي؟ سي سير. اشنو درتي؟ عاودي لنا شنو طرا البارح. انا بعدا كاينه ما عرفتي عليا. ما اختي احتفلت البارح. اها شنو درتي؟ انا احتفلت براسي حقا. اش درتي؟ ما شفتيش درت دبن ولا شنو درت؟ ما عاودتيش ليا، ما صيفطتي ليا ميساج، ما قلتي لي راه صاوبت ولا قلنا انت باش احتفلتي بعدا؟ انا احتفلت مع مجموعه ديال النساء كثيره، عينا عليك وعلى كل النساء الكون كاملين. واجي تشوفي الاحتفال ديالي. شوف دغيا 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 دغيا. اسرعي اسرعي. هاي هاي هاي. عيد سعيد اراسيت يا مارس. درت عيش كل خلم صوبت حلوه. عرفتي شنو دابا؟ صافي طحت على هاد فوغان كل ثلاث ايام صوبه. نبقى نقول عرفتي اليوم نبقاو نسكرو واش نديرو الغدا، نقول لهم ديرو شي فوغانوغ. عيد سعيد. عينا عليك حبيبتي. اش تقدمنا اليوم؟ اليوم عندنا اون تارت دو سيترون زائد جي زائد عصير. غنديرو اون تارت دو سيترون مي غنديرو بطريقه مختلفه على الطرق اللي كنذوقوها او اللي كناكلوها او لا يعني. فبالتالي نعرفوا اون تارت دو سيترون هي اللي كتكون كتصوب بلا بات، كنصوبها بان بات وكنديرو فوق منها واحد الكريمه اللي كتكون بالحامض. اليوم غادي نخلفوها، غادي نصوبو بطريقه مختلفه. ألد غتكون بطبيعه الحال ألد من الاولى، لان حتى المقادير اللي فيها مختلفين. فهنا غادي ناخذوا يعني لا تارت لاباط ديالها، العجينه ديالها اللي غادي نحضروا، غادي نحضروها بالبيسكوي بحال الشكل ديال تشيز كيك. يعني ما غاديش تكون بالعجينه بهادي، غادي تكون عندنا بلا تشيز كيك بحال الشكل ديالها. فغناخذوا 300 غرام ديال البيسكوي. يعني داك البيسكوي شريو البيسكوي ولا اللي عندي الصابلي في الدار كنطحنهم، نحمرهم شويه ونطحنهم. كيولي عندي على شكل بودره. ياك كيوليو عندي على شكل بودره، كناخذ كنضيف لهم معلقه كبيره ديال الزبده اللي كندوبها. كنضيف لهم جوج ثلاثه المعلقات ديال الحليب المركز غير المحلى، ماشي اللي يكون حلو باش ما يجينيش طخو سكري. فغير المحلى، وكنطربها كنجمع يعني معزه بيديا حتى كتولي عندي على شكل كره. فمني كترجع عندي على شكل كره، كناخذ كنفرشها في وسط، يعني كنقرصها في وسط ديك الصينيه اللي عندي خاصه بلي طارت. غادي نديرها في الوسط، غنطلع الجوانب ديالها من طبيعه الحال باش تجيني على شكل اون طارت، على شكل تورته. نعم. غنطلع على ديك الجوانب وغادي ندخلها للمجمد واحد 10 دقائق. من بعد ملي كندخلها 10 دقائق كنكون انا حضرت الكريمه ديالها. اول شيء قبل ما ندخلها الفران، لان غادي ندخلها واحد 5 دقائق في الفران، كناخذ الحليب المركز المحلي اللي كنا عطينا الطريقه ديالو، اولا نعاودو نذكرهم بها تنساليوها، نعاودو نذكرهم بالطريقه ديال التحضير ديال الحليب المركز المحلى. فكناخذ مقدار كاس ديال العنبه ديال الحليب المركز المحلى، كنزيد فيه زوج صفار ديال البيض، كنزيد فيه جوج معالق كبار ديال عصير الحامض، معلقه يعني البشره ديال الحامضه وحده، هي كتساوي عندي معلقه صغيره ديال القشره ديال الحامضه محكوكه ولا الروح ديال الحامض. كنطرب هادشي كله بواحد في زليفه، كنطربو وكنخويه مباشره فوق ديك لا تارت، يعني داك العجين اللي حنا صوبناه من طبيعه الحال دابا غنسميوه عجين، لان صافي عجناه فما بقاش عندي بسكوي. غادي نديرو فوق منه وغندخلها للفران. هذا ما كيتثقب ما والو. لا حيت ما غاتنفخ ما والو. فغادي ندخلها مباشره للفران، غنخليها مده ديال واحد 10 دقائق على الاكثر. فراني ما يكون عندي سخون شويه قبل بواحد شويه، ونضيف داك الكريمه، نضيف داك الكريمه وندخلها للفران، نخليها مده ديال 10 دقائق فران. كتبان لي داك الكريمه ديال الحليب المركز المحلى قبطات، لان فيها جوج صفار البيض، فبالتالي غادي يقبطوها، غتولي عندي على شكل كراميل. مني غادي تخرج غادي نحطها تتبرد، غادي بيد من هي بردات كنكون حضرت انا الكريمه ديال الحامض. باش نحضر الكريمه ديال الحامض غادي ناخذ واحد الزلافه وغادي نوضع فيها ثلاثه الصفار ديال البيض، غادي نوضع فيها جوج معالق كبار ديال النشا اولا د المايزينا، غادي نوضع كاس ديال القشطه الطريه، كاس ديال الحليب، كاس ديال القشطه الطريه يعني كاس ديال العنبه،
وكاس كبير اللي يكون ديال الحليب. القشة الذرية مجرد هنا في حالة ما لقيتش القشة الذرية ما عنديش لاكريم فريش ما متوفراش عندي في الدار، ممكن نستعمل جوج ديال الياغورت اللي كيكونوا عندي كريمي. زائد كاس الحليب، زائد كاس ديال الحليب. كنطرب هذا الشيء كله. جوج ياغورت كريمي سكري، سكري ولا سون سكر ماشي مشكل. فنضيف معلقه كبيره واحده فقط ديال السكر، لان عندي لاباز بالحليب المركز المحلفه، بالتالي غادي تكون عندي حلوه. فنضيف فقط معلقه واحده، غادي نخلط هادشي كله، غادي نطربو، غادي نضيف معاهم قشره ديال الحامض، وغادي نديرهم نزيد معاهم الروح ديال الحامض. فكاينه واحد لاروم اولا الروح ديال الحامض كنستعمل منها واحد معلقه صغيره. ضروري ولا غير كفايه؟ ماشي ضروريه قشره الحامض، ماشي ضروريه، لان مازال غنزيد الحامض منين نطفي على الكريمه غنزيد الحامض. فغادي نخلط هادشي كله نحطو في كاسرونه، ردوا العافيه، وهي كطيب هي كتقال تطرب غير باليد ماشي تطرب الكهربائي، اي تطرب يدوي ولا بفرشيت ولا يندمج عندي داك الخليط. كنديرو في كاسرونه، نديرو فوق النار طبعا الحال، تما ضروري ما نحرك مغرفه العود من الاحسن، نبقى نحرك داك الكاسرونه حتى كيقبط عندي داك الخليط كيولي عندي متماسك. كنضيف عليه عصير الحامض، كنضيف عليه منين كيطيب وكنطفي عليه البوطه، كنضيف معلقه صغيره ديال الزبده. شحال عصير الحامض؟ واحد ربع كاس ديال عصير الحامض. يعني نخليه يتقال، مجرد انني نطفي البوطه باقي يلاه طفيت البوطه كنضيف عصير الحامض. فاحنا علاش قلنا النكهه؟ لان النكهه غتعطيه داك اللون ديال الصفر اللي كيكون كثير، اللي باين بانها اون طارت دو سيترون كتكون صفراء. ربع كاس غادي نزيدو، شنو اخر نزيدو؟ صافي نطفي البوطه، معلقه صغيره الزبده، معلقه صغيره الزبده. ايوا نطرب نخلطو عاوتاني، نحطو تبرد واحد القسم، ومن بعد كنخبيوها مباشره على ديك الحليب المركز المحلى اللي كيكون عندي صافي قبط ولا عندي على شكل متماسك، كنخوي فوق منه هاد الكريمه وكنخليها حتى كتبرد. وكن ديك كندخلها الثلاجه بطبيعه الحال، نخليوها تبرد شويه، عاد ديك الساعه نديرها في الثلاجه مده ديال واحد ساعه، ساعه ونص حتى لساعتين على الاكثر، ساعتين كتكون بارده. كتخرج كنزينها يا اما غير لتحت ماشي المجمد، لا لا غير لتحت ما كاش دايره في المجمد. فكنزينها يا اما كنكتب فيها سيترون، كنكتب فيها سيترون هكا بالشكلاط، اولا حامض، اولا كنكتب لي انا، اولا كنتفادى كاع الكتابه وكنجيب لا ميرانغ، كنصاوب الميرانغ بالسكر بيض البيض، يعني داك بيض البيض اللي بقالك ممكن تربيه بقبصه الملح، دي من الضروريات. الميرانغ بلا قبصه الملح ما كيطلعش. كنطربوه، كنديروا معاه شويه السكر كلاصي، وكنبدا نطربو حتى كيولي عندي ميرانغ. كناخذ الجيب الحلويين كنديروا له بريدات، المهم ما عنديش، راه كنشعل غير الفران من التحت ونحطو تيتحمر داك لا ميرانغ، وكنحطها تبرد وكنقدمها بالصحه والراحه. نعطيك الصحة. دونك هادي نسميوها طاحت بالحامض بطريقة جديدة، هادي بريستيج، اون تارت سيترون بريستيج، فلأن داخل فيها الحليب مركز محلى، داخل فيها لي بيسكوي، داخل فيها الكريمة، فبيني بينك هي كتجي ألد بزاف على الكريمة، على التارت أو سيترون. هادي الناس اللي عشاق التارت أو سيترون. طيب ناخذوا اتصالات ديالكم طبعا على 05 22 36 10 36، او 05 22 36 05 36. معنا على الخط العيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه، مرحبا بك العيدي من الرساني. نعم لاله، مرحبا تفضل. بغينا واش ممكن نقدموا واحد الوصفه ديال الوكالة الهلالية ولا مرحبا نردو حنا نردو شي طلب ديال الرجال حشومه. نعم نعم يلا تفضل، اش غتقدم لنا؟ واحد الوصفه الفلاليه. الفلاليه؟ اي نعم. ايه تفضل. الوصفه الفلاليه الوكالة الهلالية كايها المدن يعني معروفه ب ودابا سي العيدي انت تدير هذه ولا هي المدام اللي تديرها؟ لا هذه وكله معروفه بالمنطقه، كنديرها انا وكديرها المدام. ها الله يعطيك الصحه، الا ما كنتيش كديرها بلا ما تعطيها لينا خاصك انت تكون كديرها. يلا تفضل. الله يا ودي كنطيبها على يدي تقريبا الاكل. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه، تفضل اسيدي. ولا لا مرحبا سيدي، غادي نبداو بواحد 800 غرام ديال الدقيق. اييه كنعجبها. ملي كتخمر كنقرصوها. 800 غرام ديال الدقيق نعجنوه معاياش؟ كنعجنوه هكذاك يعني بلاتي دابا ياك يعني ما كاين لا ملحه لا لا كان ملي كنعجنوها كنرصوها كنحيدوا منها واحد 300 غرام. واخا كتبقى لنا 500 غرام، كتبقى لنا 500 غرام كنقرصوها
وكنعمرها بالمواد ديال سميتو كنديروا لها 500 غرام ديال اللحم كنقطعوها هو تبع معايا مزيان اييه كنديروا لها البصله ديروا لها واحد 6 ديال العروس ديال المعدنوس 6 ديال العروس ديال القزبور جوج طومات ودرت هما كنقطعوهم واحد 50 غرام ديال اللوز واحد 50 غرام ديال راس الحانوت ايه 20 غرام ديال مثلا ديال اللي بزار وشويه ديال الكحول باش تكون حار بزاف والملح كنخلطو داكشي في واحد الاناء كنضيفو عليه واحد المعلقه ديال الزيت ولكن هذاك اللحم اللي قلت 500 غرام كنخطعها طريفات على شكل مثلا بحال شكل الشواغ صغار ايه كنخلطو داك الخليط مزيان وراه دابا عندها 500 غرام راه يعني ديال الطحين راه معجونه ناضيه مقرصه اييه كنحطوا هذاك الشيء مزيان كنفرشوه كنضيفوا لها سيدي واحد جوج بيضات مسلوقين كنسلقوه كنقطعهم على حساب الدواور مدورين كنفرشهم فوق هذوك المقادير هادور ديك 300 غرام حتى هي كنعاودو نقرصوها ونغطيو بها ديك 500 غرام اللي راه عامره ايه وكنجمعوها من الجناب منا ومنا باش ما تبقاش محلوله وها هي وكنضيفوها للفران ولا كان ماذا بيكون فران تقليدي فران تقليدي ايه اي تقليدي يعني كطيب على حقها وطريقها يعني هاد الاكله هاد المدفونه الفلاليه كنسميوها المدفونه الفلاليه معروفه بها المنطقه ديال الريصاني راه كياكلوها كاع التوريست واللي جا مرحبا به تما المنطقة مرزوقة أو الريصاني أو تافيلات هي كتكل مع أتاي يعني وملي كانت على الفران كطيب على حسب الطياب ديالها المهم كطيب الطياب عادي واخا كنخرجوها لهنا وها هي بالصحة والراحة المدفونة الفلالية الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة شكرا لك السي العيدي وكنتمنى أن هاد بحال هاد الوصفة تشارك بها أحسنتها في وصفات السعادة مزية واللي من خلالها يمكن لك تربح سنيسلة قليب ديال الدب تعطيه للمدام ولا تعطي لبنيتها ولا تعود فيه البيع بحال سميتو راجل الشعيبية كبار بالصحة والراحة كنتمنى لك حد سعيد إن شاء الله تشارك معنا وكاع المستمعين طبيعة الحال اللي بغاو يشاركوا ويربحوا معنا بهاد السنيسلة والقليب ديال الذهب راه ممكن تشاركوا كل نهار وكاع يعني النهارات ديال السيمانة والفائزين من الاثنين حتى الخميس كنتعرفوا عليهم بعد 11 ونص فهذه المدفونة الفلالية اذا العجين 800 غرام ديال الدقيق كتعجنوا طبعا مع الملحه والماء والماء غادي نضيفوها وباقي المنسمات الا بغيتو منسمات وكيما الافضل عادي هو ما ذكر حتى شي حاجه اخرى الماء والملح والخميره فقط هذا الشيء اللي ذكر اللي ما ذكروش الماء والملح ياك لا هدى كملي معنا الماء والملح والخميره هذا الشيء اللي كاين كنحيدو منه ما قالش الخميره ما قالش الملح في العجينه فحنا غادي نديرو الاضافات هي دي ضروري خصها الخميره من طبيعه الحال باش غادي يطلع اه سي سيغ فبالتالي غادي تجي في الطيره الا حيت غادي نديرو هادشي اللي كاين دونك غنديرو الملح والماء والخميره هادشي اللي غادي نزيدو على الدقيق من بعد قال لك كنعجنو كنحيدو منه 300 غرام ديك ال 500 كنقرصوها وتنعمروها بنص كيلو هادي غنكتب هنا 500 غرام من العجين كنقرصها وكنعمرها بنص كيلو ديال اللحم مقطع رقيق مع بصلاص وشويه المعدنوس والقزبور الساسه ديال العروشه جوج ثوم 50 غرام ديال اللوز 50 غرام ديال راس الحانوت و20 غرام ديال البزار والملح ونخلط كل شيء في اناء هادشي ما يطيبش كيطيب في الفران ياك لا هدى كيطيب في الفران غير هو بحال اللي قال الفران يكون بلدي وداك القطع يكونوا مقطعين صغار صغار بزاف واللوز هكا كنديروه ايه وصافي وكتفرش من بعد العجينه الفوقانيه ديك 300 غرام اللي بقات كنديرها الفوق وكنجمعها من الجنب وكنحك قبل طبعا كنحك عليهم واحد جوج بيضات او كنقطعهم دوائر صافي وكندخلوها الفران بالصحه والراحة غادي نوقفوا دابا سريعا وغادي نرجعوا لكم طبيعة الحال باش غنتعرفوا على الفائزة ولا الفائزة معنا 36 دقيقة قبل ما غادي نمشيو نشوفوا باقي الوصفات ديالكم واللي كطلبوها من شيف هدى اليدري غنمشيو نتعرفوا على شكون الفائزة والفائزة معنا اليوم في وصفات سعادة مزية دابا نتوما معنا في مزية شغل أسرة على شغل اف ام
وصفات السعاده مزيه طبعا من خلالها يمكن لكم تربحوا سنيسله ولا قليب ديال الذهب. فقط عطونا وصفه فيها دقيق ديال مزيه، اي وصفه ممكن انها تكون ناجحه. وبنينه طبعا لجنه هي اللي كتختار الوصفات برئاسه الشيف هدى اليداري. والفائزه معنا اليوم هي حسناء من اكادير. السلام عليكم حسناء. وعليكم السلام. مرحبا بك حسناء. الله يبارك فيك. والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. والله الا فرحانه بزاف ومخلوعه. علاش مخلوعه؟ عرفتي شنو؟ انت فرحي، انت فرحي وعطينا حنا السنيسله تحيد منك الخلعه ما تخافيش. لا لا السنيسله هي اللي تحيد لك الخلعه حسناء. نعم السنيسله هي اللي غتحيد لك الخلعه. والله لا. طيب حسناء شنو هي الوصفه اللي شاركتي بها؟ كتب خبز بالياغورت، كيجي طاب وزوين بزاف. بالدقيق ديال المزيه. الدقيق ديال المزيه. وكيفاش شاركتي؟ عبر الفيسبوك. مزيان على الصفحه ديالنا. ايه. وسرا سور شادا اف ام طبعا نفس الصفحه الرسميه اللي يمكن لكم انكم تشاركوا من خلالها طبعا، غير هي تكون الرسميه لان كاين صفحات اخرين ماشي ديالنا. كنتمنى انكم تلقاوها والرسميه بطبيعه الحال فوق في لا باغ دادريس غادي تلقاو اوفيسيال واللي هي فيها تقريبا دابا 19200 وشي حاجه. هذه هي الصفحه ديالنا الاصليه. حسنا ممكن تعطينا الوصفه؟ ايه. عندها دابا الخبز بالياغورت كنحتاج فيها جوج ديال الياغورت وكاس ديال الحليب، معلقه ديال الخميره ديال العجين، وخماره وحده. حسنا ديال الملحه. حسنا. نعم. باغا تاكلي الخبز غير بوحدك؟ غير بشويه باش نكتبوا معاك الوصفه. واخا واخا واخا. يلا عطينا دابا المقادير ديال العجين تفضلي. عندنا جوج ديال الياغورت، زوج ياغورت، كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب، معلقه ديال الخميره ديال العجين، وخماره وحده، وقبصه ديال الملحه، معلقه ديال خماره، قبصه ملح، ايه، ومعلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال سنيده، ودقيق مزيان. شحال ديال الدقيق؟ على حسب الخليط. اها. الطريقه كنخلطوا كلشي الياغورت مع الحليب والخميره والخماره والملح والسكر، كيتخلطوا مزيان، وكنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع عندنا الخليط. وكنديرو منهم كويرات صغار وكنقرصهم بحال الشكل ديال البطبوط، بطبوط صغير، وكنخليهم حتى كيخمرو، وكندهنهم بصفار بيضاء مع شويه ديال الحليب، وكنرشوهم بالبنجلان بلاتي وندهنهم باش بصفار بيضاء مخلط مع معلقه صغيره ديال الحليب، مخلطه مع معلقه صغيره ديال الحليب، ايه، وكندخلهم الفرن حتى كيطيبو كيتحمر. نرش عليهم قلتي زنجلان؟ زنجلان ولا سنوج. وكندخلهم الفران حتى كيطيبو، كيتحمروا مزيان، كيتحاوجوا حتى يطيبوا. واخا لاله الله يعطيك الصحه، وحنا فرحانين ليك احسنا بهاد الوصفه الجميله واللي كتقول الشيف هدى اليداري انها بنينه. نتمنوا انكم تجربوها كذلك. ربحتي سنيسله وقلب ديال الذهب، غتاخديها ولا تهديها لشي حد حسنا؟ لا ناخذها انا. بصحتك تستاهلي اختي، حيت قال ديالنا طيبات لينا الخبز وما نعطيوهاش. بالصحه والراحه حسناء. اي كلمه؟ نعم. اي لا الاخت هدى وعلينا كنتمنى لكم الصحه. كيعجبني بزاف شدعي فيهم، ودائما من الصباح كنفيق شنو كندير هو الاول، كنخدم الراديو كنمشي كندير الشغالات ديالي. شكرا لك. شكرا حسناء، ودومتي وفيه لينا طبعا ولكل البرامج ديال شادا اف ام. كنشكرك بزاف وبصحتك وراحتك وعلى هذا الوفاء، تستاهلي لاله السنيسله والقليب ديال الذهب. كنتو معنا في وصفات السعاده مزيه، حتى نتوما يمكن لكم تربحوا. بعتوا بالوصفه دابا على الرقم 5566 اس ام اس من مستجد درام تي تي سي، ولا فابور على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك اللي هي اسره سور شادا اف ام، او لا تتصلوا بالمجيب الالي الا ما كنتوش بغيتوا تكتبوا او ما كتعرفوش تكتبوا على الرقم 06 19 44 44 37. غادي يجاوبكم المجيب الالي، وخليو السميه التليفون ديالكم ومن بعد الوصفه اللي فيها دقيق مزيه. نعاود الرقم 06 19 44 44 37. حد سعيد للجميع. كنتوا معنا في مزيه شد الاسره على شد اف ام. ومشو دابا ناخذوا طلبات ديالكم معنا على الخط. ام انيس من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبه. كي دايره؟ مرحبا بك ام انيس. كلشي على خير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. كي دايرين نتوما؟ كلشي بخير الحمد لله. كاين شي برد؟ كاين شي صهد؟
طلع البرد. وحنا بدا الحمد لله بدا كيسخن الحال شويه في الدار البيضاء. لا حنا طلع البرد. الله يبارك فيك. تفضل لا ام انيس الحمد لله. الله يرحمها الله يطول لي عمرك حبيبتي ربي يخليك. كنشكرك بزاف على الوصفات ديالك صراحه كنجربهم غير البارح جربت الطاخ ديال اللوز جات واعره الله يحمي الله يرحم بها الوالدين. بالصحه والراحه الله يحفظك ويحفظك. شكرا بزاف. صراحة عندي طلبات بزاف ما عرفتش شحال من واحدة غنختار. اختاري أهم طلب اللي واقفة لي. اللي واقفة لي. صراحة واقفة على دجاج محمر عندي عرضة عاد رجلي على صحابو صراحة ما كنعرفش ليه. نعم وقولي لي يا أم أنيس أنت عندك الفيسبوك تبارك الله. عندي ولكن ما كاينش دجاج لقيت دجاج محمر ولكن معسل بغيته بطريقة بحال ديال الأعراس. بحال ديال الأعراس. إيه نحطو لك أنا اليوم إن شاء الله. نعم حبيبه غنحطو لك اليوم غنجبدو من الوصفات ديالنا القديمه. شكرا توافقنا الله ممكن واحد طلب اخر ايه بغيت شي حلوه تاع اللوز ديال المناسبات. حلوه ديال اللوز وطلبتي غير 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 الموجوده ام انيس. طيب لاجل عيونك غادي نخليهم لك ان شاء الله ونحطوهم لك اليوم على صفحتنا على الفيسبوك من الوصفه طبعا اللي كانت عندنا قديمه ان شاء الله. غناخذوا فتيحه من وجده. فتيحه السلام عليكم. اهلا اختي اميمه كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كي دايره لاله لاباس عليها؟ الله يطول لي عمرك حبيبتي ربي يحفظك ليا. راكم منورين البرنامج. الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا تفضلي. الله اختي بغيت نطلب من لاله هدى شي ديسير يكون زوين. صافي هذا هو الطلب تاعي. عليه زعما الديسير مناش شمن شكل؟ يكون هكا بالحليب وكيك واحد النهار كنت واحد الديسير مشيت قلبت في الفيس ما لقيتوش. هي سمعته في الراديو ومي مشيت قلبت ما لقيتوش. ياه ديالاش؟ ما بقيتش عاقلة عليه. فيه الحليب وشنو؟ دارت فيه الحليب والنشا ودارت فيه هكا البيض. الحليب والنشا والبيض صافي. درناه في كؤوس درناه في كيسان حبيبتي؟ واه حبيبة درتيه في كؤوس. واخا 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 مرحبا 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 فتيحة. إذا فتيحة بغات ديسير نعطيو دابا ولا حتى ناخذو طلب اخر؟ يا لا ماشي مشكل. واخا ناخذ الطلب ديال رجاء. السلام عليكم رجاء. ويختي امينه. اهلا مرحبا. كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي دايره لاله هدى لاباس عليك؟ الحمد لله الله يطول لي في عمرك حبيبه. راه جاتني ديك الفورينوار ما نعودش ليك. انا فرحانه شجعتهم يديروها كل نهار نبقى نقول لكم فورينوار. جاتني سهله. زوينه تبارك الله. بالصحه والراحه بصحتك وراحتك. اختي عافاك بغيت نطلب منك اختي هدى. حبيبتي. اختي بغيت فيها تعطيني شي طاخ ديال الفريز عافاك. طاخ ديال الفريز خلينا على راس العين. واخا لالا فريز موجود دابا. اختي هدى شوفي هاد الطاخ اللي عطيتي دابا اشمن بيسكوي. اي بيسكوي كيعجبك ديري المهم يكون بيسكوي صافي ما يكونش اسود ما يكونش غير الشكلاطه اي بيسكوي ديال درهم ديال درهم تماما. سعاد من بن سليمان السلام عليكم. عليكم السلام كي دايره امينه؟ مرحبا الله يبارك فيك. بارك الله فيك كدايره انت لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله كدايره وهدى؟ اهلا حبيبتي. اش اخبارك لاباس عليك؟ كدايره مع الصحه؟ الحمد لله بارك الله فيك. صافا؟ ميرسي مياد بعدا بوغ لو كاطو وعندي واحد ستي ستار الله يعطيك الستار. مرحبا حبيبه. بارك الله فيك. درت فورينواغ والبارح ولا كريم داب لي شويه خاصني ضروري تكون في الفريكو عاد كنخرجها باش ناكلها. ما عرفتش شنو البروبليم اللي عندي فيها. وانت منين طلعتي الكريمه في البديه؟ كي طلعت لك طلعت ناشفه مزيان ولا طلعت شويه طايحه؟ شويه طايحه. اوا تما فين كاين المشكل؟ الخبيره في الطبق لا الخبيره في الفوغينواغ امينه حارس كتقول لك شوفي قالت لك لاله هدى اللي داري خاصكم ديروها في الفريغو هذيك القشده خاصها تكون في الفريغو والحليب الا كنتوا تطلعوها يعني بالغبره. لا انا درت الكريم كريم فريش ولكن بات في الثلاجه. ودابا جات الحلوه. لا ماشي في الثلاجه خاصها قبل ما تطربيها بشويه خاصها تكون في المجمد تكون بارده نيت مزيان هي ولو داك البانيو فين غادي طيبيها ولا الاناء فين غادي تطربيها وداك التراب ماشي كامل. قال لي
تلقى يا حدا في دو غاطو وحده كلاصي عرفتها فخوان طلعت مزيانه ايوا ملي هي دابا اللي حسبات تحس درت وحده بحال البارح وحده بحال الغد ايوا السر هو هذا كنشوف واقيلا هدايا كتجي هي هذيك برافو ايوا دونك خصها في الاول تكون ضروري حيت انا يلا سولت عاود اليوم على 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 الكريم شونتيي قالت لي لا راه ماشي غير في الثلاجه خصو يكون ولكن في المجمد ولكن ماشي مده طويله بنين تبغيو تطربوا ويكون في الثلاجه عادي ولكن ساعه قبل ما تطرب ساعه قبل خاصها تكون في المجمد يعني يكون بارد بزاف وحتى الاناء فاش تطربي وهذا باش هكذا كتسهل عليك تطلع دغيا تطلع ناشفه ناشفه طلعت ناشفه ما حدها بطبيعه الحال كتبقى هكا كيف ما طلعتيها ما كاينش مشكله لا واخا تقلبي البانيو زائد حاجه اخرى اللي كتكون امينه مهمه هي ملي كناخذوا لا كريم فريش ديال العبار كتكون فيها نسبه كبيره ديال الماء تماما هذيك واخا نعيو ما نطلعوا فيها ما كتطلع ما كتنشفش يعني تما خصنا دو ساشي ديال الشونتي باش نقدروا نحيدوا من هذيك الكميه ديال الماء اللي زايده فيها اذا هذا هذه مزيانه في حاله ما الا اللي عطى الله عطاه وما درناهاش حنا في الفريغو مثلا وبدينا كنطلعوا فيها وبقات نازله بقات يعني جاريه نزيدوا فيها البودره ديال الشونتي ديك الغبره هكا باش كتنشف وكتطلعها لينا ايوا بصحتكم فورين واغو صافي اش غنقول شجعتهم شجعتهم عرفتي شنو هو خليتها عرفت تكون في المدرسه عند هدى ما عرفتش شنو قلت لها درت فيه تقول لي درتيها امينه قلت لها قالت لي صافي ملي درتيها هادشي انا غنديرها صافي انا هادو انا هو الروبير الا درتها امينه يعني فهمتي انا اكثر وحده فهمتي انا الكسوله يعني الا درت الحاجه وصدقات كيكونوا متاكدين لا ما غاديش ناخذ وغادي نعطيو الديسير ديال فاتحه الديسير ديال فاتحه حبيبتي هو اللي كنحضروه بالحليب وقلنا غادي نحضروه بالحليب اللي غادي يكون ساهل غادي نعطيوك طريقه مختلفه شويه على اللي شفنا ديك المره فغادي ناخذوا 3 صفار ديال البيض غادي ناخذوا 2 معالق ديال المايزينا وغادي ناخذ 3 كيسان كبار ديال الحليب بارد غادي نطربهم غادي نضيف عليهم 4 المعالق حتى 5 المعالق كبار ديال السكر سيده غنطرب هادشي كله ساشي ديال الفاني بطبيعه الحال ساشي ديال الفاني كنطرب هادشي كله بواحد الطراب يدوي وكنديرو فوق العافيه في كاسرونه كنردو العافيه وكنخليه تحريك من غرفه العود حتى كيولي عندي على شكل كريمه كيقبض كيولي بان ليا قاصح مجرد انني كنحيدو من البوطه كنضيف عليه واحد الياغورت اللي كيكون كريمي في حاله ما عنديش ياغورت كريمي كنضيف 2 فروماجات كنمعسهم بواحد الشوكه بواحد الفرشه وكنضيفهم يكونوا مربعين او مثلثين كنقسم ديك القجده ديك الكريمه اللي كتكون ولات عندي دابا كريمه كنقسمها فشويه كنزيد فيه عصير الحامض ممكن واحد اون بارتي نزيد فيها عصير 2 معالق ديال كبار ديال عصير الحامض واحد لا بارتي نزيد فيها عصير الليمون ندير واحد 2 معالق كبار وحتى 3 المعالق على حسب الحامض ولا الليمون 2 حتى 3 المعالق كبار على حسب المذاق اللي بغيت وممكن نخلي الاخرى بالفاني كناخذ لي كؤوس ولا الزليفات ديال الدسير دوك ديال اللي كنديرو فيهم الفلون كيكونوا بزاج هادوك كنبدا ندير طبقه ديال الدسير اللي كيكون ابيض اللي هو بالفاني هو اللولاني فوق منه كندير يا اما شويه ديال اللوز ولا شويه ديال لاكاجو ولا شويه ديال دروبس شوكولا ولا طريفات ديال الشكلاط كنحكو وكندير فوق منهم هذاك ديال الحامض ولا ديال الليمون وفوق منهم كنقطع دي بيسكوي يعني داك بيسكوي اللي كيكون ديال درهم كيكون فيه طريفات ديال الشوكولا كنجيبو كنقطعو طريفات صغار 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 وكنديرو كطبقة عاد كندير فوق منه الحامض أو الليمون فهنا كنقدر نفصل بيناتهم فندير في الأول الحامض وندير بيناتهم الشوكولا ولا ندير بيناتهم اللوز وعاود ندير فاختلاف يعني كل زلافة نديرها بشكل وحدة ندير فيها الحامض هو الأولاني وحدة ندير فيها الفاني وحدة ندير فيها الليمون فلكم حرية الاختيار كيف ما ممكن تفادى لا اللوز ولا الشكاط ولا أي حاجة ندير الفواكه طيب. بين كل طبقه وطبقه ندير انواع ديال الفواكه نعم خلي الثلاجه تبرد او الفواكه قلنا ثم الطلب الاخر اللي هو طارت بالفخيز طارت بالفخيز طارت بالفخيز الفخيز غادي تلقاها على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك ان شاء الله اسره سيغ شاده فهم لان كاينه وغنعاود نحطها اليوم كنشكرك رجاء فاتحه وام انيس كل الناس طبعا اللي كيتواصلوا معنا واللي كيتابعونا في طبعا الشهيوات المجربه والجدال اليوم غادي تلقاو الديسير بالحليب الخبز بالياغورت ديال حسنا وكذلك المدفون الفلاليه ديال السي العيدي من الريصاني وتاخذ بالحامض بطريقه جديده تاخذ بخيستيج ديال هدى اليدري على الصفحه ديالنا ديال فيسبوك ليا رسميه اسره سيغ شاده